بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، أعزائي أولياء الأمور، إحنا النهاردة ورجعنا لكم مرة تانية بنتكلم عن شيء مهم جدا خاص بالتربية والتعليم وامتحانات الطلبة للصف الأول والثاني الثانوي، الترم الأول والترم الثاني. بالنسبة للترم الأول اللي حصل في التابلت والدروبات الكبيرة اللي حصلت لولادنا في الامتحانات والضغط اللي شفناه في المدارس من اولياء الامور ومن الطلبه، الاستفسارات، انا جبت 0 في الماده وحضرت، انا خرجت من السيستم وجيت ارجع معرفتش، انا الماده مش ظاهره عندي في النتيجه، انا مش عارف اخش على النتيجه، الحاجات دي كلها الوزير طلع واتكلم بعدها مباشره، عشان كان متوقع انه يحصل الكلام ده كله، فريح الدنيا كلها وطلع وعمل تصريح وصرح بحاجات ريحت كل الناس، والحمد لله اتلغى الفصل الدراسي الأول. لما أقول اتلغى يعني إن مفيش درجات، بس هو في اجتاز ولم يجتاز. الاجتاز اللي هو حضر الامتحان ومغابش، اللي هو دخل والمدرسة كاتباه حضور حتى لو ما جاوبش حاجة، جه ومكتوب حضور خلاص يبقى كده اجتاز. مين اللي ما اجتاز؟ لم يجتاز الطالب الغائب، الغائب فقط، سواء كان بعذر او بدون عذر. اللي بعذر ده بيبقى ليه دور تكميلي في شهر 4 قبل امتحان شهر 4 الرسمي اللي احنا هنشوف دلوقتي الطرق والضوابط تقييم الاداء للمواد الاساسيه لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي بالمدارس الرسميه والخاصه. قبل ما نكمل ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناه ونعمل شير ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد، ودايما نفيدكم ان شاء الله باي حاجه جديده تخص ابنائنا الطلبه. طيب، اللي احنا قلناه واضح، لان كان في ناس مش فاهمة حتى الان ولسه ناس بتيجي المدارس برضو. يا جماعة، الدرجات، الولد جاب درجة مش عارف كام، ده جاب كام، ده جاب 2، هتحسب الدرجات ازاي؟ لا، مفيش حساب درجات، هو بس اجتاز ولم يجتاز، وده كان واضح من خلال التصريح بتاع الوزير والفويس اللي هو واضح قوي في التصريح ده. نشوف كده مع بعض، نسمع الفويس ده. اجتياز او عدم اجتياز، يعني اللي حضر الامتحان هيعتبر اجتازه وانتهى من محتوى الترم الاول. اللي ما جاش خالص او حصل له او كان عيان او كده، نعمل له امتحان تكميلي. الامتحان التكميلي ده هيبقى بواقع 15 سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن ساعة، على ان تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر ابريل. درجة الفصل الدراسي الثاني بقى اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي وهنشوف الجدول بتاعه بالتفصيل، تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري مايو وابريل. فيما معناه ان الدرجات الفعلية بتاع الطالب اللي هتحاسب عليها هي درجات شهر 4 و5 فقط، ولا تحتسب اي درجات للفصل الدراسي الاول. طبعا احنا قلنا اي مشكله تقنيه لم يتمكن اداء الامتحان في الفصل الدراسي الاول، خلاص ده اتكلمنا عنه باستفاضه ومفيش حاجه اسمها درجات او صفر ولا الكلام ده كله، خلاص كده انتهى. الطلبه المتغيبين عن اداء الامتحان ده اللي هو عدم اجتياز، بيتعمل له امتحان تكميلي مرة تانية، ودي اتكلمنا عنها. نيجي نشوف بقى الجداول المخصصة
بتاعت 4 و5 لسنة أولى وتانية ثانوي. وده القرار رقم 9 بتاريخ 24/3، آخر قرار طلعه الوزير بشأن آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأولى وتانية ثانوي. طرق تقييم المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي المدارس الرسمية والخاصة. يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين، أحدهم في شهر أبريل والآخر في شهر مايو، آخر أبريل وآخر مايو، بمدارس مؤمنة والامتحان ورقي، اختيار من متعدد بورقة مجمعة طبقا للجدول المرفق اللي هيجي دلوقتي على طول، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة اسمها بابل شيت، اسمها بابل شيت، هي بابل جاية من كلمة الدوائر يعني. وتتولى الإدارة التعليمية تشكيل لجان فنية لوضع الامتحانات، يعني الامتحانات هتيجي من الإدارات التعليمية وفق النموذج الاسترشادي المعد عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي طبقا لخطة توزيع المنهج والمعتمدة من قبل الوزارة، على أن تكون مواعيد الامتحانات طبقا للجدول الآتي. موضوع البابل شيت هنتكلم عليه باستفاضة في فيديو لاحق بعد ده إن شاء الله مباشرة، وهنوريكم بالظبط يعني إيه البابل شيت وإزاي تتعامل مع البابل شيت. خريطة الاختبارات بقى الشهرية للصف الأول الثانوي، طبعا احنا قلنا فيه امتحانين، واحد في اخر 4 اهو، ده اللي هيبدأ يوم الاثنين 26 ابريل، 26 ابريل، تمام. طيب هيمتحن الطالب في ايه؟ عربي وتاريخ وجغرافيا ولغة اجنبية تانية. العربي بواقع 15 سؤال، وبعدين تاريخ وجغرافيا ولغة اجنبية تانية اللي هي إذا كان فرنش، جيرماني، إيطالي، الحاجات دي بواقع 10 أسئلة لكل مادة. الزمن دي ورقة مجمعة ساعتين من 9 لـ11، يبقى الـ4 مواد دول في ساعتين من 9 لـ11 صباح. طيب إيه بقى 25 مايو دي اللي تحتيها؟ ده الامتحان التاني، نفس المواد برضو بس في آخر 5، يبقى دول الامتحانين 26 أبريل و25 مايو. نفس الوضع اليوم اللي بعده 27 أبريل، هيمتحن الطالب لغة أجنبية أولى فلسفة منطق رياضيات بواقع 15 سؤال للغة الأجنبية الأولى اللي هو الإنجليش، 10 أسئلة فلسفة رياضيات 10، ودي برضو ورقة مجمعة بابل شيت ساعة ونص من 9 لـ10 ونص. يوم 26/5 نفس المواد ونفس عدد الأسئلة ونفس برضو الزمن. طيب يوم الأربعاء اللي هو 28 أبريل، يوم الأربعاء 28/4 هيمتحن كيمياء وفيزياء وأحياء بواقع 10 أسئلة لكل مادة، وده بيبقى ساعة ونص برضو من 9 لـ10 ونص. طيب 27/5 بقى اللي هو هيبقى خميس، هيمتحن نفس المواد في شهر 5. طيب نيجي بقى لخريطة الاختبارات الشهرية للصف الثاني الثانوي. طبعا تانية ثانوي فيها شعبتين، شعبة علمية وشعبة أدبية. نشوف الشعبة العلمية، عندهم برضو 3 أيام، 26/4، 27/4، 28/4. 26/4 هيمتحن عربي رياضيات 1 رياضيات 2، طبعا عربي 15 سؤال، رياضة 1 ورياضة 2 10 أسئلة لكل فرع، دي ورقة مجمعة ساعة ونص من 12 لـ1 ونص. يبقى ناخد بالنا هنا من حاجة، ان سنة اولى تمتحن يوم الاثنين الصبح من 9 لـ11، سنة تانية تمتحن بعد سنة اولى بساعة من 12 لـ1 ونص. يبقى كل امتحانات سنة تانية هتبقى فترة مسائية. طيب
يوم 25/5 هيوافق 3 هيمتحن برضو الطالب الامتحان التاني بتاعه نفس المواد بنفس عدد الأسئلة بنفس الزمن. 27/4 هيوافق 3 هيمتحن لغة أجنبية أولى كيمياء أحياء واقع 15 سؤال للغة الأجنبية الأولى 10 أسئلة كيمياء 10 أسئلة أحياء برضو هيبقى ساعة ونص. يوم 26/5 هيمتحن نفس المواد بنفس عدد الأسئلة بنفس الزمن. يوم الأربع 28/4 هيمتحن لغة أجنبية تانية وفيزياء، لغة أجنبية تانية وفيزياء كل واحدة فيهم 10 أسئلة، وده بيبقى الزمن بتاع كل الورقة المجمعة بتاعتهم ساعة من 12 لواحدة. يوم 27/5 خلاص كده نفس الوضع برضو نفس المواد نفس العدد الأسئلة ونفس الفترة الزمنية. نيجي بقى للشعبة الأدبية. يوم الاثنين 26/4 هيمتحن عربي 15 سؤال تاريخ 10 أسئلة رياضة 1 10 أسئلة، وكل دول متجمعين في ورقة بنسميها ورقة مجمعة ساعة ونص من 12 لواحدة ونص. يوم 25/5 هيمتحن نفس المواد برضو بنفس عدد الأسئلة بنفس الزمن. يوم الثلاث 27/4 هيمتحن لغة أجنبية أولى فلسفة علم نفس بواقع 15 سؤال إنجليزي فلسفة 10 علم نفس 10، وده برضو ساعة ونص. يوم 26/5 هيمتحن نفس المواد زي ما تعودنا بقى نفس عدد الأسئلة ونفس الزمن. يوم الأربع 28/4 هيمتحن لغة أجنبية تانية وجغرافيا 10 أسئلة و10 أسئلة، وده زمنهم الاثنين ساعة. يوم 27/5 هيمتحن نفس المواد برضو بنفس عدد الأسئلة ونفس الزمن. ده كده الجدول المجمع اللي هيمتحنه إن شاء الله أبنائنا الطلاب في شهر 4 وشهر 5. ده نهاية القرار كتاب الدولي رقم 9 بتاريخ 24/3. بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب أولى وثانية ثانوي والمدارس الرسمية والخاصة، المدرسة تتولى عقد امتحانات المواد دي والمجالات والمستوى الرفيع وتكون على مستوى المدرسة، وتعقد بعد امتحانات شهر مايو تحت إشراف الإدارة التعليمية. يبقى الامتحانات بتاعة المواد التي لا تضاف للمجموع هتبقى بعد شهر 5، يعني بعد امتحانات آخر 5. طرق تقييم مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، دي بتتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية بس اللي هي انترناشونال، العربي الدراسات والدين والتربية الوطنية لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية، وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة. يهمني بقى الضوابط العامة دي. كل طالب بيزود بورقة أثناء الامتحان بتاع 4 و5 بها مفاهيم وقوانين أساسية للمادة، لكل مادة طبعا، من إعداد المركز القومي للامتحانات وتقويم التربوي وتقويم الأداء، والمدرسة بتوزعها على الطلاب للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان بديل عن أن الطالب بياخد كتاب المدرسة. يبقى هي ورقة فيها مفاهيم وقوانين أساسية تبقى سهلة عليه أنها تتوزع، وخصوصا أن يمكن معظم الطلبة معهاش كتاب مدرسي لأنه ما استلموش أصلا كتب مدرسية، وبيضطروا أن هم يصوروا برا في المكتبات وتكلفتها عالية أو يشتروها، والناس في كتير بيستغل النقطة دي. تكون إجابة الطالب من خلال بابل شيت وفق النموذج الذي سيتم إرساله للمديريات، وده إحنا هنشوفه بالظبط، وهعمل لكم نموذج سهل جدا وإزاي الطالب يتعامل مع البابل شيت وليه الأمر ما يكونش عنده أي قلق بالنسبة للموضوع ده. تشكل لجنة من السادة معلمي المواد لكل ورقة مجمعة طبقا للجدول السابق لتقدير أوراق الإجابة اللي هو البابل شيت. الله، معنى كده ان البابل شيت ده هيتصحح من معلمي المواد. يبقى نفترض عندي في 4 مواد في الامتحان ده، امتحان المجمع، او 3 مواد مثلا،
هنقول المواد العلمية كيمياء فيزياء أحياء، يبقى لجنة من مدرسين الكيمياء والفيزياء والأحياء مع بعض هيصححوا الورقة المجمعة دي. طبعا الكلام ده لأن مفيش عندنا أجهزة السكانر الكافية في كل مدرسة عشان تصح لنا البابل شيت، لأن البابل شيت ده المفروض يصح بأجهزة السكانر، وده هناخده بالتفصيل في الفيديو الجاي بإذن الله. فتابعونا وما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده في كل شيء يخص التربية والتعليم وأبنائنا الطلبة. تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وفقا لما يلي: نتيجة الفصل الدراسي الأول هي اجتياز زي ما قلنا قبل كده، ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان أو بمعنى أصح في حالة حضوره، وإذا تغيب الطالب بعذر قهري يقبله مدير الإدارة أو تعرض لمشكلة تقنية، وفي حالة عدم الاجتياز يعقد له امتحان تكميلي، وده اتكلمنا عنه في نهاية شهر إبريل قبل بداية امتحان شهر إبريل بالظبط، بواقع 15 سؤال اختياري لكل مادة منفصلة، لكل مادة منفصلة. يعني الولد مثلا اتغيب في اللغة العربية، يبقى خلاص هتعمل له امتحان منفصل للغة العربية في زمن ساعة، يبقى 15 سؤال في زمن ساعة، وده بيعقد بمكتب المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد. نتيجة الفصل الدراسي الثاني تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة، وتحسب من خلال متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في الامتحان الذي سيعقد في نهاية شهري إبريل ومايو. وبكده يبقى احنا وصلنا لمعلومات مهمة جدا تخص الطلبة وأولياء الأمور، لأن أولياء الأمور بيبقوا متوترين جدا وجم المدارس وشفنا القلق في عيونهم إنه ترم كامل يعني الطالب يعني احنا نعذره متوتر ومجهوده حس ان هو ضاع، فبنطمنه نقول له ما تقلقش ان شاء الله مجهوده هياخده في الترم الثاني بالكامل، هو بس يذاكر ويشد حيله وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. بالنسبه بقى للنتيجه بتاعه الفصل الدراسي الثاني بعد ما عملنا الجداول وشفنا الكلام اللي فات ده كله، يعتبر الطالب ناجح اذا حصل على تقدير عام اكتر من ضعيف. يؤدي الطالب امتحان شهر ابريل فيما تم دراسته من مناهج شهري مارس وابريل، يبقى اول امتحان للطلبة في شهر 4 بيشمل المقرر بتاع شهر 3 و4، والمحتوى اللي هيؤدي فيه الامتحان بتاع شهر 4 هيبقى منتهي، بمعنى انه بعد كده مش هيخش في امتحان شهر 5، يبقى كده كأنه امتحن في امتحان نهاية العام وخلص. ده بالنسبة لامتحان 4، وبعد كده امتحان شهر 5 فيما تم دراسته من منهج شهر 5 فقط، يبقى كل ما تم دراسته الطالب حسب توزيع المنهج في شهر 4 هينتهي مع امتحان شهر 4 ولا يؤديه مرة أخرى في امتحان شهر 5. يبقى كده احنا وصلنا كل معلومات القرار بتاع الوزير اللي هو قرار رقم 9 او كتاب الدولة رقم 9. ان شاء الله نكون وصلنا لكم معلومة كويس، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، والى لقاء اخر مع البابل شيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.